لازم امر على اجسادكم، بكلمكم جد، البلد دي لازم تمر على اجسادكم واجساد امثالكم. فانا بقولها هو بالفم المليان، فعلا لازم نمر على اجساد الحريه للجماهير. وبص هتلاقي كام واحد ايه 10 15 خدوا اللقطه الصوره وراحوا جاريين، والصفحه ما زالت موجوده. طبعا لازم نمر على اجسادهم، العيال دي لازم يتمر على اجسادها 20 30 يعني اللي دخلوا دول. دي نمره واحد. نمره اثنين قالوا لهم الجيش والشعب والشرطه ايد واحده، وده برضو جديد، ودي مقدمه للي هيحصل فيهم باذن الله. المره الجايه بقى احنا هنطلب من الجماهير انها تعجنهم في المدرجات اهو بوضوح. الجايه بقى احنا هنطلب من الجماهير انها تعجنهم في المدرجات اهو بوضوح.